سيدي يمكن بتشوف في كل توجه هسه عم تفوت بس براس المعد الطبيعي شيء صح كم كم بدك الصوره هاي بحصل لكم قديش كان تقريبا انا كان عمري بحدود مباشره كان عمري بدايه ولا بكون واضحه عليك ولا يعطيني مجال شوي وباسمي باسم الصغيري وباسم عشائر لواء الكورة نرحب بصاحب السمو الملك الأمير حسين بن عبد الله الثاني. الحقيقة احنا في عندنا برامج طموحة من خلال مؤسسات المجتمع المدني نعمل على تطوير السياحة بلواء الكورة. الحمد لله على كل اسبوع الحمد لله اي ساعد احنا كمان سمو الامير كل اربع خميس بس على كل اسبوع هاي في عندي هنا نبت كثير مهم اللي هي اسمها سايكلم اللي هو بخور مريم شكرا شكرا مع السلامه مع السلامه مع السلامه